حقيقة أنا أستغرب، مرت على تشكيل الحكومة العراقية أكثر من سنة وست أشهر ونرى من أهم الوزارات الحيوية في البلد ونحن بحاجة إلها، لأن وضع الأمني اليوم في العراق هو وضع متردي تماما، لم تشكل، لا نعرف لماذا الكتلة الفلانية تعارض والكتلة الفلانية تعارض والمواطن يذبح في الشارع. الوضع الأمني اليوم وخاصة في الفترة الأخيرة تراجع بنسبة كبيرة جدا، الاغتيالات رجعت كما كانت، الوضع الأمني أصبح هاجس الوحيد، المواطن العراقي أصبح متخوف. هم الحكومة المركزية ترد الأوضاع والأمن وعدم استقرار الأوضاع في الديوانية وفي العراق عامة، يعني عدم تشكيل وزارات بالتأكيد، ترد الخدمات، فنطالب الحكومة توفير الخدمات، توفير الأمن للمواطن، لأن المواطن سيمشي ما من بشارة، هاي أهم الأسباب. يعني الصراعات التي قاعد تحدث على الساحة العراقية، صراعات بين الكتل السياسية، خلقت حالة من الفراغ الأمني في العراق بل بالمحافظات جميعا، والسبب يعود إلى أولا المشاريع اللي قدمها البرلمانيون قبل الانتخابات، هذه المشاريع لم تحقق نصيب وافر للمواطن.